أول ديزيز في كورونا نمونيا هو التوبركلوز، وده ليه موضوع كامل هناخده على القناتين بكرة ويوم الأحد إن شاء الله. بعد كده في الهيستوبلاسموزس والكوكسيديومايكوزس والبلاستومايكوزس، الثلاثة دول فانجل انفكشن فانجل ديزيز. كورونا نمونيا كلهم بيشتركوا بحاجة واحدة، إن هم كلهم بيعملوا جرانيولوز. ماشي، يبقى هم كرونيك انفكتيف جرانيولوم، وكلهم الجرانيولوم بتاعتهم شبه الجرانيولوم بتاعت التي بي، فبيعملوا تزييد الجرانيولوم. الهيستوبلازموزس الثلاثة دول مع بعض، وكوكسيديومايكوزس بلاستومايكوزس دول باي مورفن فانجاي، بيعملوا لوكالايز ديزيز في الأميون كومبتنت، لكن هم بيبقوا ديسمينيتد في كل الأورجانز لو الريشن ده أميون كومبرومايز، ودي سيل ميديتد إميون. كل الأفشل بتاع الثلاثة مع بعض لازم يعملوا أكيوت برايمري بلمونري إنفكشن أو كورونيك جرانيولوماتوس بلمونري ديزيز في ده كوما، أو يعملوا ديسمينيتد ميلياري ديزيز وده في الأميون كومبرومايز. كلمة ميلياري يعني إيه؟ صح، مالتيبل سيستم تبقى كومبليت بجرانيوم، هلاقي الليفر والكدني والسبليل واللنج والبرين، كل التشو بتاعت الأورجنز كلها تبقى مليانة تيوبركلز بتاعت الجرانيوم بتاعت الديزيز الفقري. في الميكروسكوب جرانيوم وزن كلوز، احنا اتفقنا الجرانيوم عبارة عن ايه؟ عبارة عن اكتيفيتد ابسيلويد سيلز، صح؟ والابسيلويد سيلز دي هي ايه؟ اكتيفيتد ماكروفاج تعمل شيتس مع بعضها، وعما تبقى فيوز بتعمل جانت سيلز، والجانت سيلز دي بتحاول تبلع المايكرو اورجانيزمز دي، وبيبقى في السنتر بتاعها فيها كازيشن كلوزز، وعلى البريفري بيبقى فيه تي لوك سايز. اول مايكرو اورجانيزم فانجس اسمه موسكو بلازما كابسوليت، ده سمول اوفال يست، شايفينه؟ السايز بتاعه راوند تو اوفر من 2 ل 5 مايكرو، اصغر واحد فيهم. النوع الثاني اللي هو الكوكسيديومايكوزس، المايكرو اورجانيزم اسمه كوكسيديوس كوكسيديوس اميس، ده بقى سبليوت سيك وول، سبليوت لاند سيك وول، وجوه السبليوت دي في اندوسبورز سمول سبيريون، دي السايز بتاعها من 20 ل 60 مايكرو. هنا السبيريون دي جوه ترانسلز، ترانسلز دي جرانوما اهو عامله جرانوما، وفي مالتي بيبير جرانسلز، بعض جرانسلز بتحاول تبلع الفانكس. النوع التالت هو بلاستومايكوزس، المايكروبيزم بلاستومايسس ترماتيتس، وده راوند تو اوفر استريول برضه من 25 مايل. سبعة دي سبعة سوبر دي سبعة سوبر ستيت. الفامباي هنفرمز بالسبب بالسبب. ماشي، دول التلاتة الفامباي. بعد كده في الاميون كومبرمايز بيشنت، دول بيجيلهم من قصص التبول للنمونيا، وبيجيلهم نمونيا اكتر النورمال ديفيشن. كلهم انواع من النمونيا سبيشال، اكثر حاجه في بيبقى في بكتيريا نمونيا او فيرال او فانجل. البكتيريا اللي بتيجي الهاي اكريس بكتيريا اللي بتيجي نمونيا كومبرمايز هي السيلوموناس ليجيونوزا والمايكرو بكتيريا سبيشيز والليجيونيلا نيموفيليا اللي هي تحت التيفال دي والاستيريا مونوسايلوجين. الفيروس الاميون كومبرومايز اللي فيه فيروس اسمه سايتوميجالو فيروس، سايتوميجالو فيروس ده بيحب الاميون كومبرومايز قوي، بيجي كتير جدا في الاس بيشن سايتوميجالو فيروس. والنيرفس فيروس طبعا عارفينهم مجموعة الهيرفس كلهم برضه بيجوا في الاميون كومبرومايز. الفنجاي في حاجة بقى في مجموعة كده، يعني دول سايتوميجالو فيروس والنيمونيا
geophysis, hemocytes geophysis, that the application of treatment compromised us. Candida, when aspergillus, we clear to hope of performance, though remote neophil, immune competent, our best optimized to immune compromise. Our second set of neurovirus. The set of neurovirus and the health infection, infiltration, infection, lung, we have an area, a check on the area, only one about viral pneumonia. Best set of neurovirus with the virus in the S. I will ask. ماشي النيوموسيستس جيرو بيزي او اسمه زمان كان بيسموه كارماي دي نوع من النيوانيا بتيجي بسبب فقس ده فقس بيجي في الميون كومبرمايز بس احنا معظم الميون كونتنت الدوريشن بيبقى عنده سيرو بوزيتيف يعني بيبقى فيه نيتر اما الفقس ده بيبقى عندنا افشن بس نيتر عشان الميون تتعامل أما بحث الميون كومبرومايز كومبرومايزر الإيدز فيشن تبدأ تعمل نيمونيا. النيمونيا دي بيبقى فيها فومي أوكسيديت ست إنترا أرتر فومي بينك أوكسيديت في الأندرلايف والإنتر ستيشن ستة بتبقى سيت وفيها إديما ومونو نيوترال إنفلتر اللي هي ليمفوسايتس وماكروفاج. المايكرو أورجانيزم بيبقى جوه الأكسيدات بيبقى راوند هاب شيب سيست من 4 ل 10 مايكرون وفي انتراسيستيك بودرز بيساووا السيل. هنا شايفين السبيسز اللي هي دي الكلير شويه دي جوه الانجلر اوكسيدات دي هي المايكرو اورجانيزم بيبان قوي بالسيلفر ستيت. هو ده بأسست وفيها كوب شيب سيريوز. كلمة بيرشن فيجن دول بيبقوا أدخل على الكوب بيبقى عندهم فيبر ودراي كاف مع إن في إنتر هايبر أوكسيديت لكن هنا بيبقى دراي كاف ودسمية وهايبر أوكسيا ريستريكتد لونج ديز لأن في إنتر سبيشال إنفلاميشن من الأدوية الكاميرا طبعا عارفين كاميرا هنا ايه كاميرا دي بقى فانكس كومن ولا نون كومن كومن احسن الفانكس الكاميرا دي اللي هي فانكس فريكشن كومن بيحصل دايما في الاطفال وارين في البيبيز بيعمل افكت نيوكس الرين بتاع الطمب والخبز والجينيتال سيستم في الفيمالز في ماما الانحرفة يعني ماما الكاميرا دي بتعيش ماما متعايشة في الأورال كاميرا أصلا لكن على الإمبلانت بتقل تبدأ تعمل تتكاثر وتعمل كولونيز
كان دي في اليونان كان حاجه اسمها سراش او موناليزس. السراش ده انا لاقي الطنط بتاع البيبس او اليونان بيبقى وايت كوست، يعني كان دي الكورنرز بتاعتها شبه بيبقى وايت كده شبه الجبن. كانت الرديف اسمها كانت ده قلبي كامس، قلبي كامس عشان نورمال وايت. يبقى نورمال انهابتنت في الاورال كافيتي والجي اي تي والفاجينا بالمايكروسكوب او بنشوفها بالمايكروسكوب، بتبقى عباره عن يست، يست يعني فترة او خمير لايت فورم او صوته هايفي. عارفين شكل هايفي؟ ايوه عندنا زي العصا عصبيه ماشي. يبقى اليست الخميرة بتبقى باكس متطورة أو أوفر. الهاي فيلد بتبقى عصبية، سودو هاي فيلد وسمو هاي فيلد بالسيلفر سبيك. كلينيكالي قلنا في أورال كانتي بتبقى عامة بتدي السوبرفيشال انفكشن، بتدي الناس رش، وده ممكن في اليونيت أو في الأدلت، ناس في الأدلت واحد بيجيله تنفيذ بعد الأنتبيوتيك بالذات. واحد ياخد انتبيوتيك لمده طويله ممكن يجيله انتبيوتيك. كانديدا فاجينايتس دي كومن في الفيميلز. كانديدا اوسوفاجينايتس دي بقى بتحصل بتبدا الكانديدا بتعمل فلتريشن بوز اوسوفاجينس اما يبقى اميون كومبرمايز في الايدز بيشن. في بقى سيستمك انتبيوتيز او انفيزيف انتبيوتيز تمشي كامله اما تبقى فيري الانتي فيري لو، تبدا تعمل انفيجن بلاد فيزنس وتروح للديستال اورجنز وتعمل بريد ابسس او ليفر ابسس او كدني او لانج او هارت او اي. كل ده مع الايمون كومبرمايز في الايدز بيشن والايمون كومبرمايز. في اللارج بتعمل بقى اللارج او نوديولار انفلتر. انفيزن كان انفيزن دي بتبقى فيت. ده شكل سراش او ميليزس. فاهمها؟ ده السيلفر ستيت شكل الفانجس. البطس اللي هي المدوره دي دي ليست، دي العصبيه دي الهاي في ماشي. دي باختصار كلمتين. في كمان فانجس في الاميون كومبرمايز بس اسمه كريبتوكوكوز. كريبتوكوكوز ده بيتميز بان المايكرو اورجانيزم ده بيبقى اكسيك هو الجيلاتينس بول. شايفين البول بتاعه سيك وجيلاتينس. كمان ما بيعملش انفلاميشن حواليه قوي، لما الاقي اكشن في الغاتل سيلز بالسته كتير مينيمال انفلاميشن حواليه، يبقى ده اوبورتونستيك انفكشن. اوبورتونستيك يعني ايه؟ كلمه اوبورتونستيك انتهاز. يعني كل كلمه اوبورتونستيك معناها ان هي مايكرو اورجانيزم ما يحصلش غير سليميون كومبرمايز، بيعتمد فرصة إن المناعة قليلة ويبدأ يتواصل ويبقى مرصد للمرض. بيبقى افكت السي ان اس كمان مع اللام وبيعمل سيستم ديزيز، بيبقى فيه بروليفريشن اورجانيزم لكن مينيمال او ابسنت انفلاماتري سيل انفلتد، وده في الاميون ديفيشنت بروسس. وبيعمل جرانوكس رياكشن، ده لو البيشنت عنده اميون. كانت فانجس ده كومن برضه شويه اللي هو الاسبرجيلس. الاسبرجيلس ده اللي هو مش عارف الاسم بالعربي ايه. الاسبرجيلس ده دايما بيطلع على الجريانز اما بيبقى في سوء تخزين. الجريانز اللي هي الحبوب لما بيبقى فيها رطوبه متنزل في مكان ناطق زي ال 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 زي النقص وزي القمح وزي التغيير اللي بيعملوا عليها فوق الاسبرجيلوس ده. الاسبرجيلوس ده له مشاكل كتير جدا، بيدي اكسوتوكسين وبيعمل نفسه كارسينوما لو البيشنت عنده فاضيس فيه. فكارسينوجينيك فاكس. تاني حاجة بقى لما بيعمل افكشن لونج ده بيبقى بالسيلفر ستين بيبان كاسبتيتد هايفري، يعني هايفري عصبية متقسمة سبتيتد يعني متقسمة وبرانش اد اكيوت اد. المشكلة في الاسبرجيلوس ده كمان بيعمل انفيجن للبلاد فيزلز
وبيعمل ماسك وبيتجوز صوت في عرشه. وزي عامل زي الشرومه كده زي زي الناس. في اللنج بياخد ثلاث اشكال، اما انديز البلمونري اسبرجيلوزس ده في الاميون كومبرمايز بوست وبيعمل نيكوتايزنج نيمونيا وبقى فيتال، لاما بيعمل الرجي بروكوبالمونري اسبرجيلوزس البيشنت بيبقى عنده تايب 1 هايبرسنسيتي رياكشن من الاسبرجيلوس ويجي له ازمه اتاك ويبقى فيه سيركوليتنج هيموجلوبين بي عند بودي ادينست اسبرجيلوس وبريفرال ايزوفيل. تالت شكل بيعمل اسبرجيلوما او فانكس بور في اي كافيتي في اللعب. كافيتي بتاعت اولد بروكيتسس اولد كافيتي بتاعت تي بي فيعمل فانكس بور. ماشي تاني شكله عصبي هايفي والهايفي سبتيتر شايفين الستة والبرانش باي اكيوت انجل يعني ده هنا البرانش عشان هنفرق بينه وبين فانكس تنس ونيوتر مايكوس. ميوكور مايكوز بقى سمعتوا عن العفن الاسود اللي بيجي كومبليكيشن للكوفيد الفطر الاسود. الفترة اللي فاتت لما كان في كوفيد دلتا طيب كان في حالات كتير قوي بيقولوا ان هي بسموها كومبليكيشن لان في فطر اسمه الفطر الاسود وده قاتل وفيتال هو ده هو ميوكور مايكوز. النيوروميكوس ده فانجس بيبقى نون سبتيتد هايفي، الهايفي بتاعه نون سبتيتد وبرانش ات رايت انجل وبرضه ريفليكشن امبيد بلاد ويز الول. البيشنت اللي كان حصل لهم فطر اسود بعد الكوفيد كانوا بيقولوا ان الحل الوحيد انه يعمل بلايندنس وبيعمل وبيجي فيه انفكت. فهنا هو ده اللي بيحب الميزو رينوس ليبرال ميوكور مايكروس بيحب يجي في منطقه النوز يعمل انفلتريشن الفك يعمل كافتي والسر كده زي ما احنا شايفين وبيعمل انفيجن كمان للاي والبرين عشان كده بيبقى فيتال. والحل الوحيد ليه كان يعني لو لقوا الفيجن كان بيعملوا له مادي ليبرال يشيلوا الفك كله. لانه برضه بيحب يعمل انفيجن للبلاد فيزلز وبيعمل دايلانكس رياكشن وبيجي بالذات في دايبيتك فيجن مور سنسيتيف للدايبيتك وبيروح المان كمان فبيعمل بالمونري ميوكور مايكوزس لوكالايزد او ديفيوز. ده شكله هايفي نون سبتيتد برانش ات اكيوت انجل تعمل اكيوت انجل ماشي فاهمين يا دكاترة؟ النيمونيا بقى اللي بتحصل في الإيدز كده يا جميع اللي احنا هناك بكتيريا النيمونيا زي الستريبتوكوكا النيمونيا اللي هم اليوجوال بيجوا كتير أكتر في الإيدز بيشنت والستاف أوريس والموتوس انفلونزا. الموست كومون بتبقى النيمونيا في الحالات اللي الاميون كومبرمايز زي الاتش بتبقى سيفير وهي اسوشيتد ويز بكتيريا. التايب اوف انفكشن بيعتمد على سي دي 4 كاونت، عارفين ان الاتش بيعمل ديكلاين للسي دي 4 فلو اكثر من 200 مللي بيبقى فيه بكتيريا لو تجربه انفكشن اكثر، اقل من 200 سل بير مللي بيبقى نيموسيستس نيمونيا او نيموسيستس فارناين، اقل من 50 الفيروس اكثر سنه من بالو فيروس ومايكرو بكتيريا افيان كومبلكس انفكشن. في تيومرز قوي بتيجي بس للاتريشن زي كابوسي ساركوما. كابوسي ساركوما دي اكسكلوزيف للاميون كومبرمايز. كابوسي ساركوما الليمفوما في انواع معينه بتيجي في الاتريش بس من الليمفوما والبرونكوجينيك كارسينوما في اللنج دي اكثر برضه مع الاتريش. ماشي فاهمين كده الدكاترة؟ أي سؤال في المحاضرة النهاردة؟ أي سؤال في المحاضرات اللي فاتت؟